كيف نقول نوفل بأن بعد قبل قليل قلنا بأن تقول بأن ليس هناك يعني إقالة، والآن تقول بأن الفريق يتفاوض مع مدربين آخرين؟ تعودي. نعم، أنا أتحدث عن الأمور الرسمية. يعني عقدت ندوة صحفية قيل بأنه انفصال بالتراضي، يعود نفس الشخص وهو رئيس النادي ويقول بأن عزيز العامري باق، هناك مهلة، ربما سننتظر ماذا سيحدث في الأيام القادمة. عزيز العامري هو من قدم الإنجازات وكل ما قيل من كلام ومدح وثناء، واليوم يقول لك أيضا الرئيس المنتدب بأن الإقالة أو الاستغناء أو استقالة عزيز العامري من تلقاء نفسه لن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي إلا يوم الاثنين المقبل، وبالتالي كل الأمور الآن ضبابية ولم يتم اتخاذ قرار رسمي. ولكن من حق المسيرين في مكتب المغرب التطواني اللعب على أكثر من احتمال، أي أنه في حال بقاء عزيز العامري سيقود الفريق، ولكن في حال مغادرته لا يكفي الوقت لكي يغادر مثلا يوم الاثنين ومن ثم تبدأ دراسة بعض السيارة الذاتية. ونحن نعرف بأنه في المغرب وفي كل دول العالم حين يتم الانفصال أو حين يكون هناك إشاعات حول قرب الانفصال عن أي مدرب تكون أمور في الكواليس، هناك من يبعث بسيرته الذاتية، هناك من الوكلاء من يدخلون على الخط من أجل التعاقد مع مدرب، كيف لا. والآن يعني المغرب التطواني فريق كبير جدا والكل يطمع في التعاقد معه، لا بل أكثر من ذلك، لديه سمعة كبيرة جدا في الديار الأوروبية، خاصة في الديار الإسبانية والبرتغالية والفرنسية. لعب في إسبانيا، قام معسكرات، لعب مع أندية أجنبية، لعب مع مونبلييه الفرنسي حين كان بطلا للدوري الفرنسي، يعني الفريق معروف على المستوى العالمي. وبغض النظر عن تاريخه العريق حين كان يلعب مع الليغا الإسبانية، إذا الكل يتهافت ربما من الأجهزة الفنية على قيادة المغرب التطواني، ولكن أنا أعيد وأكرر بأنه لا شيء هناك رسميا لحد الساعة، وقد تكون مفاجآت ربما نستمع يوم الاثنين إلى تجديد الثقة في عزيز العامري وعودته لتدريب المغرب التطواني. هناك أمور كثيرة جدا، ربما انهزام وفاق سطيف اليوم أمام أوكلاند النيوزيلندي يجعل المكتب المسير يغير وجهة نظره بالنظر للأداء الذي قدمه بطل أفريقيا والذي كان أداء باهتا، وتقديم أوكلاند النيوزيلندي بين قوسين لمستوى جيد صراحة، من امتلاك اللعب من السيطرة إلى التهديد إلى غير ذلك، على عكس الوجه الذي ظهر به مع المغرب التطواني. إذن كل هذه الأمور، كل المتغيرات، عبد الله هناك أناس أيضا داخل المكتب المسير يكونون كثير من الاعتراف ربما بما قدمه عزيز العامري، وكيف وأنا أخصص يعني لا هذا ليس بسر، ولكن على أكبر تقدير والصحابي عنده لدي طاي عنده الأخبار بزاف، عماد أبرون رجل كان قريب جدا من عزيز العامري، عمل معه كثيرا، وعزيز العامري منحه ثقة كبيرة جدا حين كان يستثمر من المواهب الشابة التي كان يشرف على تكوينها عماد أبرون، وبالتالي علاقة الرجلين علاقة قوية جدا، قد يلعب دور الوساطة. نحن نقرأ كل الاحتمالات، ولكن بغض النظر كان عزيز العامري سيبقى كان سيغادر، بالتوفيق للرجل في مساره المهني مع مغرب تطواني أو مع أي ناد كان، وأيضا بالتوفيق للمغرب التطواني مع العامري أو مع غيره.